مؤشرات بقرب إتمام صفقة الأسلحة الأمريكية الإماراتية، مع رفض مجلس الشيوخ محاولة بعض أعضاء المجلس من الحزبين لعرقلتها. الصفقة تشمل بيع واشنطن مقاتلات من طراز F-35 وطيارات مسيرة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بالفعل باستخدام حق النقد الفيتو ضد مشروعي القانونين إذا ما تم تمريرهما، ما يعني أن مجلسي الشيوخ والنواب كانا بحاجة إلى حشد أغلبية الثلثين لكسر الفيتو الرئاسي، لكن المشروعين لم يحصلا على الأغلبية البسيطة الضرورية في مجلس الشيوخ. نواب جمهوريون دافعوا عن الصفقة التي يرون أنها تدعم الوظائف الأمريكية وتؤمن حماية للإمارات من أي اعتداء محتمل من إيران. بيان من البيت الأبيض قال إن الأسلحة ستمكن الإمارات من ردع السلوك العدواني الإيراني المتزايد والتهديدات الصادرة في أعقاب اتفاق السلام الذي وقعته مع إسرائيل. في المقابل حذر زعيم الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ من احتمالات سوء استخدام هذه الطائرات المتطورة من ثلاث نواحٍ: أولها كيفية استخدام الطائرات في التصدي لخطر إيران، وثانيها مطالبة قطر بشراء الطائرات ذاتها، وثالثها وجود معلومات عن تعاون عسكري إماراتي صيني.